هتاكلي معايا؟ اوف! طب فين عم ابراهيم؟ مش عايزه اسمع سيره الزفت ابراهيم ده هنا تاني، انت سامعه ولا لا؟ كنت عامله الاكل ده لمين؟ مش لحد، اوعي عايزه اتفرج، اوعي. طب اكلتي السمكه؟ ماما. ايوه هتيجي نلعب لعبة يا ماما؟ مش وقت رنا. والنبي يا ماما والنبي، شايفاني تعبانة يا رنا، بكرة نلعب زي ما انت عايزة. كمان زي بجد حبة صغيرين، هعمل كل اللي انت عايزه بس 5 دقايق بس، بعد كده هتنامي على طول. ايه بقى اللعبة؟ بس يا ماما انا هبقى انتي وانتي هتبقي انا، يعني انا هاله وانتي رنا. يا سلام. وبعدين هنكلم بعض ونقول لبعض كل حاجه، بس انا ماما وانتي رنا. ماشي ميرسي يا ماما. ثانيه واحده، انا يا سيدي عاوزك تحل محلي وايه دي بقى ان شاء الله يا ماما. احنا بنلعب دلوقتي، انا انتي وانتي انا. اوكي اوكي يلا لما اشوف اخرتها معاكي ايه. يلا يا رنا كملي صباعك عشان ما ياكلش وراكي الشيطان. انا خلاص شبعت. كم مرة قلت تفردي ظهرك ما تقلبيش كده بالتلفزيون؟ حاضر يا ماما، اسكتي بقى خليني اعرف اتفرج على الفيلم ده. فيلم الكبار، انتي تتفرجي على حاجة تانية. طب ما انا كبيرة يا ماما. انتي لا، انا وابراهيم بس الكبار. هو انت ليه يا رنا بتفضلي لازقه فيا لما بيجي ابراهيم؟ علشان بحبك يا ماما وبحب افضل جنبك على طول. ولا يمكن عشان انت بتحبي ابراهيم؟ ايوه انا بحب عمو ابراهيم عشان بيجيب لي شوكولاته وبيجيب لي لعب وبيجيب لي حاجات حلوه كتير. بس هو بيضايق منك، عشان كده انا باخد الاوضه وبقفل عليها بمفتاح. وانا هفضل اخبط عليكوا لغايه لما هو يفتح لي، عشان هو بيحبني وانا عارفه ان هو هيفتح لي. انا خلاص ما بحبوش ومش عايز اشوفه تاني. حبي براحتك. بس عمو ابراهيم، مش عايزه اسمع سيره الزفت ابراهيم ده تاني. سامع ولا لا؟ انا وابراهيم زي بعض، وانا ما قلت نفسي عشان اريحكم. ايه اللي انت بتقوليه ده يا مجنونه؟ خلاص انا هشرب ده واموت نفسي. سيبي اللي انت ماسكاه ده فورا. ايه يا ماما؟ مش احنا بنلعب؟ دي مش حاجات يتلعب بيها. يعني احنا خلاص خلاص نلعب؟ خلاص ترجع انت هنا وارجع للرن. يلا اشربي، يلا اشربي، يلا يلا يلا.